لمزيد من التفاصيل معنا من مقر قيادة عمليات فرقة الرد السريع في الجانب الأيمن للموصل ينضم إلينا مراسل أخبار الآن وسام يوسف. وسام مرحبا بك، هل لك أن تحدثنا عن آخر تطورات الأوضاع الميدانية؟ شكرا. بالنسبة لآخر تطورات الأوضاع الميدانية في عمليات تحرير الجزء الغربي من مدينة الموصل بما يخص المحور الجنوب الغربي اللي تتقدم فيه قطعات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع، مثل ما ذكرت قبل شوي بالخبر أنه فعلا تمكنت قوات الرد السريع من التوغل في منطقة باب الطوب لمسافة 200 متر وهو الجزء اللي يسمى سوق الأربعاء، تم تحرير هذا السوق إضافة إلى فندق آشور وفندق بغداد المحاذية لمنطقة باب الطوب، إضافة إلى شارع حلب الذي تم تحريره قبل يومين. قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع في هذا المحور تتقدم بشكل كبير وأصبحت في داخل منطقة باب الطوب أصبحت تتعامل مع منطقة الموصل القديمة. فيما يخص المحور الغربي الذي هو محور مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير حي العامل وحي النفط، الآن المعارك تدور في منطقة حي نابلس غربي الموصل. فيما يخص هذا النهار والتقدم فيما يخص في هذا النهار، النهار اليوم ممطر جدا هنا ليس هناك تقدم من قبل القطعات العراقية، هناك إعادة تمركز وإعادة انتشار للأحياء والمناطق التي تم تحريرها من قبل القوات العراقية. للمزيد معي ضيفي العميد الركن داود الشمري مدير عمليات فرقة الرد السريع. سيادة العميد، بما يخص أنه فرقة الرد السريع وصلت إلى منطقة باب الطوب، منطقة مزدحمة بالسكان ومنطقة من مناطق الموصل القديمة، كيف ستتعاملون مع هذه المنطقة في عملية تحريرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم والسلام على كافة مشاهدي قناة الآن. حقيقة مثل ما تعرف بدأت المعركة بجانب الأيمن من تاريخ 19/2/2017 ولحد هذه اللحظة تمت أكثر من 25 قرية وناحية من قبل فرقة الرد السريع والشرطة الاتحادية، وآخر شيء اليوم البارحة تم تحرير الجزء الأكبر من مدينة باب الطوب وفندق بغداد وفندق عاشور. حقيقة اليوم دارت معركة ضارية يوم البارحة في هذه المنطقة، وتمكننا من قتل الكثير من أعداد عناصر داعش وتحرير المنطقة الجزء الأكبر منها. اليوم مثل ما تعلم انه القطعات توقفت بسبب الظروف الجوية القاسية، امطار وظروف لا تساعد على تقدم قطعاتنا. المعاملة الان داخل هذه المنطقة توزيع قطعاتنا واتخاذ خلصات في هذه المنطقة، ونتهيأ ان شاء الله غدا او بعد غد للهجوم الى نكمل ما تبقى من اراضي الموصل لتحرير الجانب الأيمن بالكامل. حسب اعتقادكم وحسب ما وضعته من خطط، ما هي الخطة التي سيتخذها داعش في الدفاع عن منطقة الموصل القديمة خاصة أنها أحياء مكتظة بالسكان وأزقة ضيقة؟ حقيقة داعش لا تتوقع أنه شيء سهل، بالعكس قوة إرهابية منظمة مدعومة من دول عربية ودول أجنبية، ولهم خطط ولهم إمكانية عالية، ولكن قادرين على الصد لهم وقادرين على الانتصار عليهم والقضاء عليهم بالكامل إن شاء الله. حقيقة حاليا هم يتخذون الأبنية المرتفعة للقنص ويستخدمون العجلات المفخخة، وحاليا هم زرعوا كافة المناطق بالعبوات الناسفة والبيوت والشوارع، وحتى يعني جثث قتلاهم أيضا انفجرت قبل أيام على قطاعاتنا، كنا نصورهم وانفجرت عن بعد، الحمد لله ما كانت هناك اصابات. لذلك هم يتخذون مواضع دفاعيه ممكن اختراقها من قبل قطاعاتنا، ولكن قادرين عليهم ان شاء الله في الايام القادمه. بالاونه الاخيره كانت تنظيم داعش يعتمد على استعمال بعض الصواريخ او الهوانات التي يضع فيها غازات سامه، هل استعمل مثل هكذا انواع خلال هذه الايام الاخيره؟ البارحه حقيقه استخدموا علينا غاز مسيل للدموع على قطاعاتنا، الحمد لله كانت لدينا رد فعل تجاه هذه الأسلحة والسامة والمواد الكيميائية اللي استخدموها ضدنا. ما أعتقد أنه
غيرت من معنوياتنا، بالعكس كان لدينا اندفاع عالي تجاههم، لذلك تم تحرير المنطقة اللي تعتبر مهمة جدا بالنسبة لنا، وخاصة باب الطوب وفندق بغداد وفندق آشور تحرر بالكامل من عندهم. موجود عندهم لدينا معلومات عن الأسلحة، ولكن لدينا السلاح المضاد للأسلحة اللي يستخدموها ضد قطاعاتنا. توقعاتكم سيادة العميد حول معركة مدينة الموصل القديمة، كم يوم ممكن أنه تكون محررة؟ إذا ترجع يعني لحساباتنا لهذه المناطق، ممكن أنه خلال أسبوع، شهر، شهرين، حسب ما موجود من مواطنين موجودين داخل هذه الأحياء. عندما تخلي المواطنين نخليهم من الأراضي، ستكون لدينا قتال مع الدواعش بسرعة لتحرير كافة الأراضي. حقيقة الفترة غير محددة بالنسبة لنا، تعتمد على الظروف الجوية أولا، وتعتمد ثانيا على المواطنين ونزوحهم وابتعادهم عن أرض المعركة. نريد فقط مواجهة الدواعش، لا نريد مواجهة المواطنين، وكما تعلم أنه دولة رئيس الوزراء أنه الإنسان قبل الأرض، لذلك هذا السبب التأخير إنه من ناحية التحرير كافة أرض الموصل من الدواعش. مثل ما وضح السيد العميد أنه العائق أو الشيء الذي يأخر القطاعات العراقية من تقدمها بسرعة هو وجود مدنيين بكثافة في هذه المناطق. الأيام القادمة ستشهد تحرير مناطق ذات كثافة سكانية عالية، اللي هي مناطق باب الطوب وشارع الفاروق وسرجخانة، وأيضا مناطق باب جديد من الجزء الغربي لمدينة الموصل. نعم نعم، من مقر قيادة عمليات فرقة الرد السريع في الجانب الأيمن من الموصل، مراسلنا وسام يوسف كنت معنا، شكرا جزيلا لك.